السلام عليكم ورحمة الله. مساء الفل، صباح الفل، على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا. راجعين بفيديو كويس، فيديو جميل معاه أستاذ عبد الفتاح، فهيقدر اللي هو يوصل لنا المشاكل أو يقدر يحل لنا المشاكل اللي الأيام دي اللي دايرة مع الناس كلها. أهلا وسهلا بيك وقناة كتر أدم حبيبي. دلوقتي انا شايف في ظاهره، الناس الايام دي بتشتكي، تمام، كله بيقول لك في دخله روشه، تمام، دخله سرمونيلا، حمام بيتهز. فاليومين دولت ناس كتير بتعاني من المشاكل دي، تمام. نقدر اللي احنا مثلا من اولها كده، المشاكل دي ايه اسبابها والتفادي منها وعلاجها؟ فانا عايز اللي انت توضح للناس بقى واحده بواحده كده. والله عايز اقول لحضرتك على حاجه، اسباب المواضيع ديت او اسباب الهزه والروشه والكلام ده كله، ان الحمام ده مش متنصب، ما تمصلش. فالايام ديت، ايام السقعه ديت او ايام البرد ديت، المفروض كان الحمام بيتمصل في شهر 4 وشهر 10 واخد بال حضرتك. فالحمام اللي بيتهز او الحمد ما عندوش مناعه، ايه، مناعته ضعيفه. لو واخد ماء ولو واخد المصل الموضوع هيبقى بسيط وسهل. لو السلمونيلا جت بتاع الحمام مش هيتهز ومش هيحصل له موضوع الروشه دي. طبعا الحمام اللي مش متمصل هو اللي الايام ديت بتحصل فيه المشاكل كتير، مشاكل الروشه، مشاكل الروشه والهزه، مشاكل الروشه والهزه والسلمونيلا والكلام ده كله. لو الحمام ده متمصل طبعا مش هيحصل له اي نوع من انواع الروشه او الهزه اللي زي ما بيقولوها بالعلم كده، الهزه المناعيه. الهزه المناعيه ايه؟ ضعف المناعه هو اللي بيسبب خاف الاعصاب بتاعته، مبقاش اللي هو مفيش عصب. فطبعا الحمام بيتهز، خصوصا في الايام اللي ايه، الحمام مش واخد عليها الجو، الحمام مش واخد عليها الجو المتقلب ده. دي حاجة. الحاجة التانية، الحمل الصغير، الأعمار الصغيرة في السن اللي مش متمصلة هي اللي تبقى عرضة أكتر لموضوع الروشة، وينقل للأهالي، وينقل للحمام الكبير. يعني هو ممكن الصاروخ اللي هو لأن ده فيروس، والفيروس واخد بال حضرتك بينتشر بسرعة الصاروخ في السلاكة أو في المكان اللي أنت بتربي فيه أو في الغية اللي أنت بتربي فيها، وبينتشر عن طريق موضوع الإيه، الزبلاية بيبقى فيها ميكروب، الميكروب ده بيتنقل واخد بال حضرتك، فايه بيخلي الفيروس يعم في السلكه بسرعه الصاروخ في المكان كله. النهارده هتلاقي واحده، بكره هتلاقي ثلاثه، بعده هتلاقي خمسه. العمليه بتنتشر بسرعه على طول. طيب الحل مثلا منها، يعني هو دلوقتي كل المشاكل دي عدم اللي هو التمصيل بتاع الحمام، تمام، المصل مثلا، المصل اللي احنا المفروض نشتغل بيه اللي هو مثلا والله هو في شهر 4 وفي شهر 10، تمام. والله هو في مصلين، تمام، مصل بتاع المصل واللقاح البراميكسو، وانا هوري لحضرتك معانا برضو الحاجه كده يا جماعه، الامسلين بتاعته. يا جدعان الراجل ده مختص بعلاج الحمام، احنا مش هنفتي ولا اي حاجه. ده حاجه، ده بتاع المصل واللقاح، تمام، دي العبوه بتاع بتمصل 20 حمام اهو. ده حاجه كويسه جدا اسمها براميكسو، بتاع المصل واللقاح، بتاع المصل واللقاح ده. الحمامه بتاخد نص سم، دي لسه ركزه كده يعني، ايه، بتترجع بتترجع قبل الاستعمال، وتتساب 10 دقائق بره لحد ما تاخد درجه حراره الجو، ونبتدي نتوكل على الله ايه، نمصل بيها الحمام. وقبل ما بنمصل في نقطه تانية عايز اوصلها لحضرتك، ندي رافع مناعه 3 ايام قبل التمصيل. طب الرافع مناعه اللي هو عباره عن حاجه ترفع المناعه، اي طيب. رافع مناعه في حاجات مكويسه، في حاجات بلجيكي، في حاجات الماني، في حاجات هولندي، بيتحط 3 ايام في الميه للحمام يشرب منه، يوم وتفصل يوم وتدي 3 ايام تاني بعد ما تمصل الحمام. يعني اللي هو مثلا 3 ايام يا جدعان، 3 ايام قبل و 3 ايام بعد، بعد اللي هو المصل، بعد التمصيل 3 ايام قبل التمصيل و 3 ايام بعد التمصيل، والفاصل اللي لنا يوم، الفاصل يوم واحد ما بين ده وما بين ده. بالنسبه لايه، بالنسبه لموضوع الايه اللي هو البراميكسو بتاع المصل واللقاح، الازازه العبوه بتحصن 20 حمام، 20 فرد حمام اللي هي نص سم، ال 10 ديت بتحصن 20 حمامه تحت جلد الرقبه، هي 10 سم نص سم في الرقبه كده، اللي هو خلف الرقبه كده اهو، ايوه، خلف الرقبه بتحقن الحمامه تحت الجلد نص سم، او في عضله الصدر عادي يعني، ممكن يشتغل في قلب الصدر، في عضله الصدر الواحد ما بيعرفش يحقن مثلا في الرقبه، يحقن في عضله الصدر برضه وشغال، مفيش اي مشكله، مفيش مشكله. طب بالنسبه برضه اللي هو مصل برضه الثاني ده، ده اللي هو بتاع المصل، ده البراميكسو بتاع المصل اللقاح، طبعا عندنا حاجه زي كده، ده هولندي، هولندي واخد بال حضرتك، ده اسمه نيوكاسل، اللي احنا الاولاني ده اسمه براميكسو، ده حاجه اسمها نيوكاسل، ده برضه حاجه ممتازه جدا لموضوع الروشه، ده مستورد ده، ده مستورد، ده هولندي، تمام، اسمه نيوكاسل، ده حاجه كويسه جدا برضه للروشه، وحاجه محترمه، والناس كلها يعني في ناس كتير عندها درايه بيه وخلفيه بيه، هو اشتغلنا بيه، هو بسم الله ما شاء الله ممتاز، ممتاز يعني. برضه بيشتغل برضه بيتحقن نص سنتي
تحت يعني تحت جلد الرقبه، في الصدر برضه بيشتغل في الدم، اه يمشي في الدم سواء كده او سواء كده. تمام يا باشا، ده حاجه ثانيه طبعا. ده بالنسبه للمصري، ده بالنسبه للمصري. انا دلوقتي بقى دخلت لي خلاص تمام والدنيا متبهدله عندي. ايوه، الحل ايه؟ الحل ان انت اول حاجه هتطهر المكان بفنيك، بديتول، بخل خام، اي حاجه من الحاجات المطهرات دي. تطهر المكان، تطهر المكان، تغسل المسق، تغسل الطواجن، تغسل المسائي، واخد بال حضرتك، والعيون والبيبان والاراضي وكله تنظف، وتروح كانس عشان ده بيبقى فيه فيروس في المكان، احنا عايزين ننهي على الفيروس ده. تمام. فبنجيب مثلا حاجه زي الخل الخام، يجي مثلا من السرجه. خل الابيض ده، خل خام مش الخل الابيض، في خل خام وفي خل ابيض. الخل الخام ده تركيزه بيبقى اعلى، نجيب 10 كوبايات خل خام نحطهم على جردل ميه 10 لتر، 10 لتر ميه، ونغسل الطواجن، نغسل المسائي، نغسل المكاتب والعيون برده والارضيه بتاعتها، والعيون والارضيه وكل حاجه، ما نخليش حاجه الا ما نرشها بالميه اللي فيها الايه الخل الخام ده، او اللي هو كلور خام برده، او كلور خام، كلور خام ممتاز او فينيك، اي مطهرات بس يكون مطهر قوي. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي احنا يعني بعد الخطوه ديت نجيب جير مطفي ونرش فين؟ في الاراضي بتاعت البيبان واراضي نغرقها جير مطفي. في الجير المطفي لما تنزل الزبلايه اللي فيها الفيروس او اللي فيها الميكروب الجير بيقتلها فيوقف الايه؟ الفيروس اللي هو في المكان، يوقف بقى اللي يوقف انتشار المرض في المكان. في المكان دي حاجه. الحاجه الثانيه هتدي بقى مضادات حيويه بعد كده عشان موضوع الروشه، اللي اتروش طبعا ما ملوش علاج عشان نبقى واقعيين في الكلام. يعني اللي احنا بنعمله بننسله كتفين وديله وبنرميه في قلب غزاله في قلب الشمس هو ورزقه بالظبط، هيجي يا ما يجيش. بالظبط، دي حاجه. الحاجه الثانيه الحمام طبعا هي بتبقى البدايات بتاعت الروشه هي سالمونيلا. تمام. ممكن تبدا معاك بكسره عين، تبدا بكسره عين، ده عرض من ضمن الاعراض. انا عايزك برضه توضح الحاجات دي برضه. بتبدا بكسره عين، ده عرض من الاعراض، تلاقي العين اتكسرت كده مش العين الطبيعيه اللي احنا بنشوفها، اللي احنا بنشوفها دي حاجه. تاني حاجه بتبدا باسهالات خضراء. تمام. بعد كده زرق الزرق بيبقى اخضر، دي حالة. الحالة الثانية الزرق بيبقى مية. تمام. فيها نقطة خضراء، ده الحالة الثانية. دي برضه من ضمن الأعراض يا جدعان. بالظبط. الحالة الثالثة بقى اللي بيحصل فيها موضوع الروشة بيبقى الزرق مية. مية خالص. الزرق بيبقى مية. إسهال مية. اللي هو الإسهال شفاف. شفاف، الشفاف دوت بعد كده بتروح قلبة لمرحلة الروشة. بس. فإحنا ممكن ندي المضادات الحيوية، حاجة زي الكوليستين. ده عباره عن سلفات بتوقف الاسهالات. تمام. في جسم الحمام ده بيطري ولا بشري؟ ده بيطري، الكوليستين بيطري، في منه فرنساوي وفي منه الماني. تمام. في منه كذا كذا حاجه، بس احنا بنجيب الحاجات الكويسه اللي تقدر اللي هي بتجيب معاها اجابي، تجيب معانا اجابي بسرعه. في حاجات مصري بس طبعا احنا ما بنشتغلش بالمصري، انا واحد من الناس بجيب الحاجات اللي تقدر تقضي على المرض بسرعه. هو البيطري يعني مثلا لو ممكن هيعالج مثلا في يومين ثلاثه احسن من المصري هيعالج في خمس ست ايام. صح كده؟ بالظبط. فاللي هو بيكون ايه في استعجال ان هو يعالج بسرعه. تمام. العلاج المستورد انتشاره في الجسم بيبقى سريع، فبيقدر يسيطر على المرض خالص، ويقدر ايه يوقف الحال. يوقف الحال. طبعا بيتاخد معاه حاجه اسمها اموكسيسيلين. تمام. ده في منه بودر بيطري. الاموكسيسيلين ده العالي بقى بتاعه بيبقى كويس، في منه 20% مصري، ده حلو برضه. اموكسيسيلين 20%، كيس احمر كده. تمام. حاجه كويسه جدا. وفي حاجه منه المستورد دوت بس بيبقى ايه لعيب، هو الكبير ممكن يتجزأ منه، يعني موجود وبيتجزأ منه. اللي انت مثلا ممكن اللي انت برضه استاذ عبد الفتاح برضه الراجل انت بتنزل السيدة عيشة. السيدة عيشة حد وجمعه، حد وجمعه في السيدة عيشة ان شاء الله، ويوم الثلاث برضه بيبقى متوفر عندنا في امبابة في اول دخله السوق. أيوة. المكان برضه في السيدة عيشة برضه عشان خاطر المكان الناس. في السيدة عيشة قبل نزلة الغزار، قبل نزلة اللي هي الحركة جنب مسجد الرحمة. تمام. المحل هناك، المحل موجود هناك. بالزبط. واخد برضه محل بحيث برضه اللي هو انت ايه يعني اللي هو مثلا عندك الحمام مش اللي هو مثلا كتير اللي انت تجيب له عبوه او بتاع، لا في حاجات في بتقطع منها على قد الحالات اللي عندك، او على قد ما تشتغل خمس ايام سبع ايام اربع ايام، على قد الحالات اللي عندك بنقدر نديك ايه شويه على قد الشويه اللي انت تشتغل بيهم تشتغل بيهم على الحاجه على قد الحاجه اللي عندك. الحالة. تمام. بس في حاجه بتقدر برضو اللي هي بعد المصل والقصه دي ما ينفعش برضو اللي انت تمصل لما اصل في ناس بتعمل ايه؟ خلاص انت دخلت لك يقول لك انا ايه ما مصلتش ابدا اللي انا مصل. لا بيمصل. بص عايز اقول لحضرتك على حاجه، يمصل والحمام فيه مرض، انت اساسا المصل ده مرض.
تمام. فانت بتديله عشان ما يجيلوش المرض بالظبط. فيروس ميت او فيروس حي زي الايه البراميدسو ده فيروس حي. اه انت بتديله المرض بتنشط عشان ما يجيلوش المرض. تمام. ده في الاول اللي هو في الوقت اللي هو المناسب اللي انا مثلا في شهر 4 الوقت وفي شهر 10 ما بين تغيير الفصول الحام بيتعب. تمام. بتبقى فيه المشاكل شهر صح. هي فعلا المشاكل كلها بتيجي في شهر 4 وشهر تيجي مثلا ايه من نص 3 كده تبتدي بمصل الحمام. يجي عليك الجو بتاع شهر 4 هيبتدي الجو يستقر. تمام. وتقبل حضرتك يبقى الحام عندك تمام. تمام. ما فيهوش اي مشاكل. صح. بيتعدي عليك تيجي في شهر 9 مش في شهر 10 مش في شهر 10 احنا بنقول برضه اللي هو من ايه 6 شهور مثلا من نص 9 كده وتبتدي مصل الحمام بيغير الجو في شهر 10 يبقى احنا ايه يبقى احنا في حكمنا الامور يبقى احنا كده دخلنا في مرحله الامان. تمام. ما نستناش اما تحصل النصيبه وبعدين ندور على ايه الحل بتاعها. الحل بتاعها تمام كده. لكن اللي هو الحمام اتصاب ما ينفعش ان انت تمصل. لا ما يتمصلش الا لما يقف ندي رافع مناعه. تمام. ندي مضادات حيويه اللي شغال بقى اللي هو ده. اللي احنا شايفينه سليم وما نشوف الحمام مصحح خلاص والزبله بتاعته مظبوطه والحمام واقف على حلو. تمام. نبتدي ندي رافع مناعه 3 ايام ونمصل وبعدين ندي 3 ايام تاني. ده اللي هو بعد ما الحمام يقف. طيب. بعد ما الحمام يبقى كويس ويقف يبقى حالته كويسه اشتغل بعديه مثلا. وعايز اقول عايز اوضح لحضرتك حاجه. تمام. لو انا جايب فرد حمام مثلا من بره من السوق او من غاوي او من الكلام ده كله ما ينفعش ان انا ادخله على الحمام. برضه دي نقطه مهمه. بمعنى انت ممكن يكون انت عندك المكان زي الفل والحمام سليم تجيب فرد من بره انت ما تعرفش مصدره ايه واخد بال حضرتك يجي يخش نفس غير النفس يحصل مشاكل يبدا يخرب الدنيا يحصل مشاكل. مشاكل ايه؟ لو في زبلايه نزلت او هو بيبقى حامل مرض من مكان تاني تيجي تحطه مع حمامك يخلي لك يبوظ لك الدنيا. عشان كده فاحنا بنعمل ايه؟ لو فرد لو فرد جديد بنعزله 15 يوم واول ما بيجي بندي له نص سنتي مصل ايا كان صاحبه ده ممصل او مش ممصل ما فيهوش مشكله حتى لو مفيش مشكله هو ممصل لا 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 لا. خالص. تمام. ملوش مشكله خالص. نمصله نص سنتي تحت الجلد في عضله الصدر ماشي في الرقبه عادي حسب اللي انت بيمشي في الدم يعني هو المفروض ياخد النص سنتي قبل ما تدخله على حمامك يقعد 15 يوم تبص على زبلته يتظبط كويس تمام التمام ندخله على الحمام قبل كده ما ينفعش يخش في وسط عشان ما يضركش ما يضرش حمامك وممكن يكون حمامك انت ما فيهوش مشكله وهو يخش فرد الحمام يخرب عندك الدنيا كلها. لو انت ما عندكش مشكله ممكن هو يخش وهو حامل المرض بس مش باين عليه يقلب لك الدنيا يقلب الدنيا. تمام. دي حاجه. تاني حاجه عايزين نتكلم فيها يدخل الصيف يبقى في مرض تاني اللي هو مرض الجدري. تمام. ده هنتكلم عليه برضه. ماشي احنا معاك. عايز برضه اللي هو في حلقه تانيه ولا ايه الدنيا؟ نكمل فيها مفيش مشكله. معاك يا باشا تحت امرك. بالنسبه للمصل الجدري احنا بنجيب هنوريه لحضراتكم برضه. تمام. ده بالنسبة كده للسرمونيلا والروشة احنا خلصنا منها خالص. في برضه اللي هي الناس بتعاني في الصيف. في ناس بتعاني في الصيف طبعا من مرض الجدري اللي بيجي في الزغاليل طبعا. الحبوب اللي هي بتيجي مثلا في العين في المناطق المكشوفة. بتيجي في المشاخ لا مؤاخذة بتيجي في الرجل. الكلام ده كله. طبعا ده ليه مصل لان ده فيروس برضه زي فيروس الروشة. نزل له فيروس نزل له مصل ده المصل ده المصل بتاعه. واخد بال حضرتك الراجل هيوريه لكم. يا جدعان. برضه ده من مصل واللقاح؟ ده مصل واللقاح برضه وموجود عندي متوفر عندي برضه لو حد عايزه متوفر عندي. العبوه دي بتوصل بيها قد ايه؟ العبوه دي فيها عباره عن برشامه جواها كده. تمام. زي قرص الايه؟ الفوار. الفوار. البرشامه ديت بنحطها على ميه مقطره. نجيب ميه مقطره من الصيدليه. الصيدليه البشري نجيب ميه مقطره كيس يعني نجيب كيسين ثلاثه. تمام. على حسب الاحتياج. لو عندي 1000 فرد حمام دي ممكن تعمل ال 1000 فرد يعني دي الازازه دي تعالج مثلا الحمام بتاعك كله. يعني تمصره. ده مصل ده قبل ما يخش عليك بقى السيف والبودر والناموس والحاجات دي كلها. انت كده بتمصله. تمام. في يعني ايه المفروض ان احنا هنمصل الجدري اليومين دول. تمام. بالنسبه لمصل الجدري ده على دخله اللي هو الصيف. تمام. ليه؟ الحر ما بيخش الناموس بيكتر بيضرب الزغاليل الصغيره. الزغاليل في المناطق المكشوفه لان هي في المناطق اللي ايه الصغيره اللي بيجي في مثلا في المناخير في المناخير في العين في الرجل. وفي في منهم بيلف يخش جوه بق فرد الحمام فبيسد اللي هو العصب الهوائيه بيموته. تمام. طبعا احنا عايزين نرضي على الكلام دوت وهو ده بفضل الله حاجه كويسه وممتازه وبتجيب نتيجه في حته الجدري دي جامد قوي. تمام. بنعمل ايه بقى؟ بنجيب الامبوله دي نكمل بقى كلامنا. ماشي.
بنجيب الأمبولة ديت بنفضيها على المايه المقطره على حسب كميه الحمام. يعني ممكن اجيب كوبايه ميه وتجيب اللي هم الثلاث اكياس، واجيب ثلاث اكياس افضيهم على ايه؟ على الأمبولة، على الأمبولة ديت. تمام، افضي الأمبولة دي فيهم. تمام، واخد ريشتين من الكتف كده، هتلاقينا فرد حمام. ماشي، هنجيب فرد الحمام كده وهنشيل رشتين من هنا مثلا من النوعان كده من الكتف. تمام، نشيلهم كده. ماشي، هيبقى في مكانهم فاضي. ماشي، وهن ايه نجيب فرشة سنان بتاعت السنان العادية دي. تمام، ونعمل عكس اتجاه الريش كده، نبل من المصل ده لفوق مش لتحت. نعمل عكس اتجاه الريش. تمام، بس هو كده اتمصل في كتف واحد. بس كده خلاص، هو اتمصل، هو كده خد مصل الجدر. يعني انت هنا من النواعم دي يا جدعان كده اهو، وبيبدا كده من اللي هو مثلا بالفرشه السنان باخدها كده، عكس اتجاه، عكس اللي هو على طلوع دماغه كده. هو صح كده؟ يبقى كده هو خد الجرعه، هو كده خد جرعه المصل بتاع الجدر. الله ينور عليك يا استاذ عبد الفتاح. في حاجه ثانيه نقدر نفيد الناس بيها؟ في حاجه زي كده طبعا، دي حاجه كويسه قوي، في حاجات بلجيكي. ده بالنسبه للزغاليل ده حاجه ممتازه جدا، بس هو طبعا سعره غالي شويه. احنا مش هنتكلم عن السعر، هو ممكن في منه تجزئه برضه وبالجرامات. هو استاذ عبد الفتاح برضه لو انت مش عايز ان انت تاخد العجوه كامله، فهو الراجل برضه بيقطع منها كده اهو برضه. بالظبط، ده حاجه كويسه جدا للزغاليل، ده بيشتغل تنفسي، كانكر، سالمونيلا، مايكوب لازما، حاجه كويسه جدا. خلي الزغلول فايق، خلي الزغلول كويس. ده في الفطام ولا؟ في الفطام، وهو زغلول صغير تحت الحيطان في اللبه برضه ممكن تشعر له كده حاجه بسيطه تديها له. ده عباره اسمه ايه ولا؟ ده اسمه 4-1 بلجيكي 4&1 ماكس، ده يعني كوكتيل. أهل 4-1. طبعا في منه الجنوب افريقي، بس طبعا ده طبعا جودته اعلى من الجنوب افريقي بكتير. ده جودته اعلى من الجنوب افريقي، فاحنا بنجيب الحاجه الكويسه اللي تكون جودتها اعلى، مش بنجيب الحاجه اللي جودتها اقل. ده طبعا احسن حاجه بالنسبه للزغاليل وبالنسبه للحمام الكبير، بس هو طبعا بيشتغل زغاليل اكتر. زغلول كاشش، زغلول بيسد، زغلول فيه فخر ميه، زغلول فيه كانكر في البق، زغلول فيه مايكو بلازما اللي هو الصفار اللي بيجي على البق. كل الكلام دوت ال4-1 ده بفضل الله بيقضي على المشاكل دي كلها. ال4-1 دوت ده حاجه ممتازه. الله ينور عليك. ده بيتحط، ممكن تحطه مثلا ايه لو هتدي الزغاليل كلها مثلا جماعي، بيتحط منه ايه 5 جرام على 2 لتر ميه. 5 جرام على 2 لتر، لان ده زيرو سموم، ده ما فيهوش سموم تصم يعني ايه تضر الزغلول ولا تضر الحمام الكبير. بس هو اكتر، هو معمول للزغاليل مش معمول للحمام الكبير. ده بتاع الزغاليل، بتاع الزغاليل اللي هو بيكون افضل ليه. ده افضل للزغاليل كتير جدا، وبيخلي بيناوم الزغلول، بيخلي الزغلول كويس جدا، وده زيرو سموم، يعني ما فيهوش سموم تضر الكبد ولا تضر الفرد الحمام. ده حاجه ممتازه جدا بلجيكي، بتاع شركه بلجيكا ديورد، عاملينه عشان حمام السبق طبعا، وبيشتغل الحمام الغزار لان هو كله طير. الله ينور عليك يا باشا. كده زي الفل ولا كده؟ تمام تمام كده. كده 100 100. طيب استاذ عبد الفتاح زي ما احنا قلنا بيفرش في المحل بتاع السيدة عائشة. السيدة عائشة ده المحل بالنسبة. هنا في فرشة اللي هي ايه في امبابة عندنا في يوم الثلاث ده، ويوم الجمعة برضو بيبقى فيها هاني في امبابة برضو، لو حد عايز حاجة يكلمني وانا اتواصل معاه. طبعا طيب. ارقام التليفونات هنقولها. ممكن برضو تقول ارقام التليفونات هنقولها، ويعني في 012-2-132-574 ده 012، وفي 011-011-4-2-3-752-24 ده الرقم الثاني. تمام، رقم 011. واحنا برضه هنكتب ارقام التليفونات دي في اول تعليق برضه، عشان خاطر لو ما حدش برضه سمعه او مش واضح، فاحنا برضه هنكتبه. انا تحت امر الغوي كلها، ولو حد عايز اي حاجه، اي استشاره، اي استفاد، اي حاجه، انا تحت امر. والله احنا مبسوطين بلقائك والله العظيم، وده ان شاء الله مش اول لقاء ولا اخر لقاء لينا ان شاء الله. وفي حلقات جايه كتير باذن الله، هنبتدي ان احنا كل حلقه نخصص فيها حاجه نقدر نقولها، نقدر نفيد الناس فيها. كل حلقه ان شاء الله هيكون فيها حاجات لافاده الناس، يعني حاجه مثلا يعني نتكلم مثلا في التنفسي مره، هنتكلم في الكانكر، هنتكلم في الـ
الاعراض اللي بتيجي للحمام. هنتكلم في كذا يعني في كذا حلقه، كل حلقه ان شاء الله هنفصل فيها حاجات، ولو في اي استفسار احنا تحت امر الناس كلها. الله يكرمك يا استاذ فتاح. وده يعني الراجل ده مشكورا ليه، هو اتكلم بخصوص الحلقه دي لان هي الايام دي اللي حاصله مع الناس والمشاكل كتير وتلفونات كتير والله، وناس كتير في قلب السوق برضه نفس القصه. احنا تحت امر الناس، واي حد عايز اي استشاره او اي حاجه احنا تحت امره. ويعني هي احنا بنفيد الناس، ويعني في نقطة معينة اللي هي نقطة ان ما ينفعش الحمام يبقى ماشي من غير تمصيل، لازم التمصيل دوت اساسي للحمام. اهم خطوة بالنسبة لمربي الحمام او غاوي الحمام حتة التمصيل، هي ديت بتريحك عن مشاكل كتير ومش مكلفة اللي بعد كده، مش مكلفة كتير، وبعد كده اللي جاي بعد كده بيبقى سهل، يعني اي حاجة بيبقى علاجها سهل الا موضوع الروشة ده. موضوع الروشة ده موضوع صعب، موضوع الفيروس الجدري اللي هم الفيروسين اللي بيجوا، الفيروسين زي ما اتكلمنا من شويه، فيروسين الحمام ده، الفيروسين اللي بيجوا للحمام اللي هو فيروس الجدري ده برضه بيتعب ناس كتير وبيأذي ناس كتير، في ناس بطلت بسبب موضوع فيروس الجدري ده. فاحنا ان شاء الله يعني نقدر نحله، والموضوع سهل وبسيط مش صعب. في حته التمصيل دي حاجه يعني حاجه سهله وحاجه بسيطه، وان شاء الله نلقاكم في الحلقات القادمة ان شاء الله. فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. انا معكم استاذ عبد الفتاح، كنت ادم، والسلام عليكم ورحمة الله.